أستاذ ماجد، نحن كنا حابين يكون في توضيح بخصوص موضوع المحلات تبع البترون والعالم يلي توجه لأنذارات والمشكل يلي صار فوق. ابدا هو ليك بكون صريح معك، واول شيء في تعميم النقابه النص على الاعلام ابدا. اول شيء ما صار في مشكل، يعني هيدا اشكال ممكن يصير بحيال اجراء بحيال جرسي بتعرض للواحد. بكون اكثر معك واضح، انا عملت بيان ووزعته، اذا ما بوصل لك بوصل لك اياه. بيوضح الموضوع، لا في اخلاء ولا عم نخلي حدا ولا موجهين انذار لحدا. هو اجراء طبيعي، واحد عم يطلب الكشف على ملك لإله بيملكه، في مستأجر لحتى يثبت الواقع. هيدا اجراء بيصير بس قاضي امور العجلة، لازم بغضون جمعة جمعتين يخلص. هالاجراء صار لأكثر من 3 أشهر، عم يروح ويجي الخبير وما عم بخليه يفوت المستأجر، اعتباطية من دون أي وجه حق. بس أنتوا بس ما بدكم تعملوا كشف، ما بدكم تطلعون من المحلات؟ ما في دعوة بالإخلاء وما في إنذار بالإخلاء. في عقارات بنملكها عم نطلب تعيين خبير يكشف عليها تيثبت الواقع تبعها. هذا اجراء طبيعي، فهذا حيلا محامي بيجاوبك بالموضوع هيدا. عودي عم بيجوا علينا بدهم يطلعونا من محلاتنا بالقوة. هذا شري انا هذا من سنة 1951 مع المرحوم بي مالحمي، بيجي معه واحد من المحكمه بده شو بيقول لي انا بدي فوت على المحل شوف الماجور. قلت له بصفتك شو انت بدك تشوف الماجور؟ قال انا محامي جبران باسيل. قلت له ايه تشرفنا يعني. قال معي واحد من المحكمه بدي شوف. قلت له فرجيني الورقه. فرجاني الورقه. قلت له انا هي ما بعترف فيها الورقه، هيدا ما انا مني بالعمل ما بعترف فيها انا هيدي. بجوز انت عامل دباجه بقلب المحكمه جايب الورقه بكبسوله. قال لا بدي فوت غصب عنك. انا صرت جاي مرتين ثلاثه مش عليك كل حد غصب عنك بدي فوت ولبط البيت باجره. اوكي طيب هن شو الهدف يعني بدهم يطلعوكم من محلاتكم؟ اي نعم يطلعونا من المحلات. بس هن يلي فكروا انه كرمال الموضوع الاخلاق. لا هن ما فكروا، هن عارفين شو الموضوع بالضبط، بس هن حابين يكبروها بالاعلام وحابين مثل العاده يعرضوا من شغله مشي، ولانه في اسم جبران باسيل وماجد بويز بيستغلوا الموضوع وبتكبر الطابير. هو المحلات مزبوط للوزير جبران باسيل يلي بالبتون؟ هي اصلا عباره عن محل واحد، يعني احنا خلص المشكل اللي صاروا عباره عن محل واحد. اكثر ولا اقل. لا محل واحد هو صحيح، لانه ما في شيء بنكره ولا شيء بنخبيه بيبلكم من زمان اذا لم شيء جديد يعني. كذا محل، لانه هو عم بينقال انه بس محل واحد اللي طلعوا عليه. يعني في كذا محل مرقوا عليهم من شيء جمعتين، عرفت بالخبسنه والاحتيال يفوتوا على المحلات يعني بيصوروا، يعني كثير يعني بفوتوا يصوروا يعني بيصوروا بيصوروا. اذا كنت انت عامل شيء مثلا زايد شيء على محل على المحل عامل شيء قطون عامل شيء انه ما بعرف كيف تعرف خبسنة المحامين. انا بالطريقه انا بصوت تبع المحكمه، بس انا وقتها في صار رابط الباب وهددني وفوت غصب عنك وبكسر لك راسك ومدري شو. قلت له ولو انت محامي وزير تحكي معي هيك؟ وصار الاشكال. المحامي هو قال لك بكسر لك راسك؟ قال لي بدي فوت بكسر لك راسك. انا محامي جبران باسيل. قلت له تشرفنا. لا بدك تكسر له راسي انا بكسر لك راسك وراس جبران باسيل. فهمت لي الكلب؟ وكبرت القصه. طيب عرفنا مين الان؟ هلا المحامي عم بيقول انه ما فاتوا غير على محل واحد، انت حسب ما عم تقول لي لا قبلك فاتوا على كذا محل كمان مش بس محلك. نعم فاتوا على كذا محل. نعم المحل لمين هو؟ مين صاحب الملك؟ أنا صاحب الملك أكيد جبران باسيل. أكيد أنا عم تتكهن ولا مزبوطة إنه الوزير جبران باسيل هو صاحب هالمحلات؟ يا قلتنا أنا قطع لي سهره لجبران باسيل من شي جمعتين، قال لي جهاد أنا كنت مع الوزير وحكوني شو عملت مع جهاد. قلت له شو عملت معي؟ هو سألني إنه بتعطيك مصاري بتطلع. قلت له يا أخي لا ما بدي أطلع أنا ولا بدي شيء. سهره للوزير جبران باسيل عرض عليك مصاري مقابل تطلع. اي نعم انا رفضت هالشيء، انا ما بدي اطلع ولا بدي اطلع لانه انا عم بعيش من المحل عندي عائله طويله عريضه وانا عم بشتغل فيه من ابا عن جد عم هي مبيع يحول اجار 1951 نحن.
اوكي طيب، رجعتوا تواصلتوا معهم من بعد الضجة اللي صارت وقالوا انه انذارات وهيك؟ ما في انذارات لحدا، ما هن عملوا ضجة على الفاضي. من بعد ما صار الشكل اللي صار، رجع الخبير قدر فات على المأجور وعمل مهمته في الليلة بس انا قعدت. ليه ما عم بيقبلوا انه يفوت الخبير يكشف؟ ما بعرف، قالوا انه هيك حكاية طيب معك خلصت اللي بدك اياه كرمال حبيبي هن الدرد. ضد الوزير جبران باسيل عم بيعملوا هيك يعني؟ بغض النظر، ممكن هيك ممكن هيك، ما بدي انا اصنفهم شو هن بالسياسه وشو هن مع مين بينتخبوا كيف بينتخبوا. بغض النظر، بس انا كان عدوي او كان خصمي او كان خيي، هيدا ملك ملكي، مقدم طلب عند قاضي امور العجمي خذ لي قرار بالكشف باثبات واقعي على اكثر ولا اقل، لا اخلى ولا انذار ولا خبريه. صار لي اكثر من 3 اشهر عم حاول نفذ القرار، ما عم بقدر. اخر شيء نزلت ونفذته بمؤازره الدرس لانه حقي هذا النهائي. لا انا فوتهم بالاول، لان جامعه العالم مصوروا، نزلت الصور على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، وعلى جامعه العالم مصور يسب ويعيط وطلب الدرك. طلب الدرك، اجوا الدرك يحطوا بالصوت وبالصوره، قالوا له الدرك انت جاي تحل مشكله ولا جاي تعمل مشكله يا اخي؟ انت وزير، انت محامي ولا شو؟ انت ما حالك تفوت جوا. هو جهاد اذا بده يفوت طبعا المحكمه بيفوته، بس انت مالك حق تفوت جوا نهائيا. قال له لا بده يفوت غصبا عنه. هو شيء غريب يعني، هن كان بدهم يفوتوا من دون قرار من النيابه العامه، شو كانوا بدهم يفوتوا يعملوا بالضبط؟ والله ما بعرف شو نيته وشو كذا، هو مش عارف شو، ما بتعرف انا بعد ما شفنا وياه هون شفنا ولا شيء ابدا. مين أبد الشخص اللي كان معه للمحامي؟ شخص قال لي جهاد انا بعرفك، انا كنت اشتغل ببنك وصرت بمحكمه ودي شو، قلت له انا ما بعرفك نسيك. قال لي يا خي انا ما فيني اشتمعوك ولا فيني اعمل شيك ودي شو، احنا فيتين تنشوف كيف المأجور ومدري شو. قلت له يا اخي بتفوت شوف المأجور بس، والله بهين كرامتي قدام الباب وبلمبة الباب ومدري شو بيعمل هيك. قال لي يا خي ما بعرف انا ما دخلني شيء، جاي اعتذر منك انا ما دخلني شيء. قلت له يا خي اوكي انا مش عملنا هيك ضغين عليك، انت كنت كثير مهذب معي. هي القصة كلها سوا.